السلام عليكم. وسط عقوبات أمريكية صارمة وشبه عزلة إقليمية ودولية ووسط انهيار في قيمة العملة وارتفاع الأسعار ونسب البطالة وغليان الشارع من تردي الأوضاع الاقتصادية، وسط ذلك كله يؤتى إلى سدة الرئاسة في إيران برئيس متشدد تلاحقه منظمة العفو الدولية بتهمة وقوفه وراء آلاف حالات الإخفاء والإعدام التي طالت معارضين إيرانيين في ثمانينيات القرن المنصرم. إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني المنتخب، رجل دين شيعي متشدد وعضو ما يعرف بلجنة الموت المسؤولة عن إعدام آلاف المعارضين الإيرانيين، وقاد سابق يحاط بعناية المرشد الأعلى أو المرشد الأعلى علي خامنئي وبرعاية الحرس الثوري الإيراني. كل هذه المواصفات، كيف وصل إلى السلطة؟ وأي تداعيات على مفاوضات إيران النووية مع المجموعة الدولية وعلى علاقتها بدول الجوار العربي ستنتج عن اعتلاء رئيسي أعلى منصب تنفيذي في البلاد؟ هذا ما نبحثه مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب. أهلا بكم. المتشدد الإيراني إبراهيم رئيسي المتهم بقتل آلاف الإيرانيين فاز بانتخابات الرئاسة في أطول يوم انتخابي مددت فيه ساعات التصويت ثلاث مرات بسبب عزوف الإيرانيين عن الإدلاء بأصواتهم، إذ بلغت نسبة المشاركة 10% بحسب المعارضة الإيرانية. الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي مشمول بعقوبات أمريكية لدوره البارز في حملات الإعدام الجماعية التي شملت عشرات الآلاف من المعارضين الإيرانيين لنظام الولي الفقيه في ثمانينيات القرن الماضي. ومن هنا عدت منظمة العفو الدولية صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من التحقيق معه بشأن جرائم ضد الإنسانية كالقتل والإخفاء القسري والتعذيب، تذكرة مؤلمة بأن الإفلات من العقاب له السيادة في إيران. في حين حذر المعهد الملكي للشؤون الدولية في بريطانيا من أن فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات إيران سيهدد الاتجاهات المعتدلة في السياسة الدولية، مؤكداً أن على أوروبا أن تكون حذرة في التعامل مع إيران بعد فوز رئيسي. واشنطن ولندن أكدتا تزوير الانتخابات الرئاسية الإيرانية وأن رئيسي لم ينتخب من الإيرانيين. إبراهيم رئيسي أشرف على أبشع الجرائم في تاريخ إيران الحديث والتي تستحق التحقيق والمساءلة، بدلاً من انتخابه لمنصب الرئيس بحسب منظمة Human Rights Watch. رئيسي الذي وعد بأن الظروف ستتغير لمصلحة الشعب الإيراني هو نفسه متهم بتنفيذ إعدامات جماعية للسجناء السياسيين في إيران، وفقا للسناتور الجمهوري بيل هاجرتي الذي أكد أن الانتخابات الرئاسية في إيران مزورة وأن المرشد الإيراني علي خامنئي قد اختار الرئيس من قبل لحفظ جيل آخر من القيادة المتشددة المؤيدة للإرهاب. عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الصورة من إسطنبول الأستاذ عبد اللطيف مشرف، الباحث في الشأن الدولي والشرق الأوسط، كما يكون معنا في الاستوديو الأستاذ نور محمد أمراء الخبير بالشأن الإيراني، وكذلك عبر سكايب من مدينة يوركشاير في بريطانيا الأستاذ جعفر الهاشمي الحقوقي والباحث في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بكم ضيوفنا الكرام. لو بدأنا في الاستوديو أستاذ نور، أي قراءة سياسية لوصول شخص مثل إبراهيم رئيسي يتمتع بهذه المواصفات، رجل دين متشدد يوصف بأنه في أقصى اليمين في أقصى المتشددين داخل إيران، ثم بعد ذلك محاط برعاية المؤسسة الأمنية والحرس الثوري والمرشد الإيراني الذي يتصف أيضا بدوره بالتشدد، أي قراءة سياسية لهذا السيناريو أو لهذا التطور؟ أولا، ما حدث في إيران على خلاف ما يتداول في الإعلام بأنها انتخابات، هي ليست في الواقع انتخابات، إنما انقلاب ساذج في داخل النظام على المهزلة السابقة، الصراع بين الأصوليين والإصلاحيين. فهذه المسرحية التي أدت دورها لفترة من الزمن كان مفروض أن تنتهي، لأن وجود عنصر باسم الإصلاحي أساء إلى شكل وهيكلة النظام، فصار هناك فضائح
مالية كبيرة. يعني أنت وأنت تنظر إلى الشعارات الانتخابية، الشعارات الانتخابية كلها اختزلت في قضية المعيشة والاقتصاد، والمعيشة والاقتصاد اختزلت في رأي العام في قضية الفساد. ورئيسي يتحدث عن الفساد ومحاربة الفساد وهو 42 سنة على حكم القضاء، فمحاربة الفساد يكون في الجهاز القضائي مش في الرئاسة الجمهورية. يحتاج إلى سلطة، السلطة قوة المقننة رأس. هناك ثلاثة قوى في الدولة، يعني ما يملكه رئيسي في السلطة القضائية من الصلاحيات مثل ما يملكه رئيس الجمهورية. ذكرت نقطة مهمة أستاذ نور، يعني قلت بأنه هذا نتيجة أو انقلاب على الإصلاحيين، لأنه وجود إصلاحي أساء للمؤسسة الدينية أو لسلطة الدولة أو لشكل الدولة. هل ثمة فارق جوهري بين الإصلاحيين والمحافظين في إيران؟ ليست هناك أي فارق، إنما هي كانت مجرد مسرحية، كانت النظام بحاجة إليه، كان النظام بحاجة وجه إلى الحاجة. ما هذه الحاجة؟ إلى إيجاد نوع من الحراك. فالانتخابات ماذا يعني عند النظام الإيراني؟ لا يعني الأصوات، الأصوات كلها مزورة، نسبة المشاركات كانت معروفة لدى الناس جميعا، يعني لم يشارك في الانتخابات إلا 8% من الناس، في حين أن الانتخابات في إيران مرغم، الشعب الإيراني لابد يشارك، لأن هناك لابد يثبت إثباتات أنه شارك في الانتخابات. ثم هناك كانت قضية أخرى، اندماج بين انتخابتين، يعني انتخاب الرئاسة الجمهورية وانتخاب البلديات. ففي الانتخاب شورى البلدية أو شورى المدن، هناك أصلاً 95% من الناخبين تم قبولهم، على عكس مثلاً الرئاسة الجمهورية. ليش؟ ليحدثوا شراخ بين المجتمع. الانتخاب الذي حضر فيه الناس 8% من الناس حضروا للانتخاب شورى المدن ولم يحضروا لانتخاب الرئاسة الجمهورية، يعني معناه أن الصناديق الانتخاب الرئاسة الجمهورية كانت فارغ بالامتياز. وحتى في الإحصائيات التي قدمتها وكلها إحصائيات مزورة، يعني كل ما كان يريده النظام الإيراني مشاركة الناس في الصورة الانتخابية بس وليست الأصوات. لم تكن هم عدد الأصوات، لأن الأصوات هي فرز من عندهم وكل شيء تزوير في تزوير. فما يحدث في إيران الآن لابد، لأن المنطقة بدأت في حراك جديد، وجود طالبان. طيب إذا كان الانتخابات يعني كما تفضلت بأنها تزوير بتزوير، يعني قد يقول قائل أو متابع، لماذا إذن يستبعدون علي أسماء من الوازنة مثل علي لاريجاني وإسحاق جهانجيري وغيرهم من الأسماء البارزة ما دام الأمر محسوما مقدما؟ لأن هناك مجيء واحد مثل رئيسي، رئيسي لا يساوي شيء، يعني رئيسي أصلا من 2005 يرتقي تحت رعاية خاصة من ولي الفقيه، ولي الفقيه هو الذي وضع رئيسي في أكبر مؤسسة اقتصادية دينية وهي أستان قدس رضوي في مشهد، ورئيسي هو خامنئي هو الذي رعى رئيسي في رئاسة القضاء، ودخول رئيسي أصلا في الانتخابات قانونيا أصلا لا يصح، لأن الرجل ما زال على سلطة القضائية وكان مفروض يقدم استقالته من هناك ويدخل في ما زال هناك ويدخل في الانتخابات بطريقة غير قانونية. ثم الوجوه التي أمامه لابد تكون وجوه أكثر هزالة منه، يعني هو ما زال يعرف بإيش آية الله الأعدام، لكن الذين وقفوا أمامه من؟ لا أحد يسمع بهم ولا يسألهم. طيب دعنا نسمع رأيا آخر إذا ما كان هناك رأي آخر عند الأستاذ عبد اللطيف مشرف. أجدد الترحيب بك أستاذ عبد اللطيف. ثمة من يرى أن فوز إبراهيم الرئيسي في هذا المنصب المهم في إيران هو تعبير عن إرادة النخبة الحاكمة وعلى رأسها المرشد علي خامنئي أكثر مما هو تعبير عن إرادة الشارع الإيراني. إلى أي مدى تقترب أو تبتعد عن هذا التحليل؟ بداية أرحب بالسادة الضيوف وأرحب بالبرنامج الكريم وبسيادتكم. دعونا ننتقل إلى الأرقام وهي ما تثبت أن رئيسي أتى برأي النخبة المتشددة أو السلطة الثيوقراطية الإيرانية الدينية. فخاميني في انتخابات رئيسي في انتخابات 2017 فاز بنسبة 38% في الأصوات، وكان نسبة المشاركة عدت أو وصلت إلى نسبة كبيرة جدا في 2017. يعني عندما تعطي الأرقام أن 73%
من إجمالي الناخبين كان أدلوا في 2017 هذا العام 29 مليون شخص أو 48% فقط هم من أدلوا بصوتهم في الانتخابات الإيرانية الأخيرة. تعطي النسب أن الشارع الإيراني يرفض وجود رئيسي ويعلم أن رئيسي جاء بسلطة الخامئني وبالسلطة المتشددة، وهو عبارة عن شكل أو شخص يمثل سلطة وحدوية الآن في إيران، وهي سلطة الخامئني الذي أراد أن يعبر ويضمن السلطة الدينية والسلطة التنفيذية المتمثلة في رئاسة إيران. فبالتالي عندما نبحث في هذه الأرقام ونسب المشاركات نعلم أن الشارع الإيراني أصبح الآن لدى الإصلاحيين رؤية بعيدة هي رفض الدولة الإسلامية. يتفق معهم الكثير من الشارع الإيراني الآن، ونثبت ذلك بالأرقام عندما نجد أن 4 مليون ورقة بيضاء، وهذا يعني في علم السياسة أن الأوراق البيضاء التي توجد داخل الصندوق إنما تعبر عن الرفض والاحتجاج. أيضا تصل نسبة الأوراق البيضاء من 2% تصل وترتفع إلى 4 نقاط وتصل إلى 6%. فهنا نجد أن الحراك الإصلاحي لدى الشعب الإيراني بدأ بأن يرتفع إلى نسب معقولة، فلذلك بدأت السلطة المتشددة في غلق الأبواب بعودة الإصلاحيين مرة أخرى إلى سدة الحكم، وهذا متمثل في تجربة الرئيس السابق روحاني الذي يرى المتشددون أنه باع القضية الإيرانيين في الملف النووي، ويرى أنه دمر الاقتصاد، وأن عزة إيران الدينية والثيوقراطية قد فرط فيه روحاني في مقابل أن تنضم إيران إلى مجتمع القوة الدولية. فلهذه الأرقام فاعلية كبرى في إثبات ذلك. نجد أن رئيسي الآن قد حصل على نسبة أصوات من الناخبين يقال 62%، وهي نسبة مرتفعة عن الانتخابات السابقة، ولكن علينا أن نحلل الأمر سياسيا. الأمر هنا أن النسبة بدأت الفعلية لأعداد الناخبين تقل، وهكذا كان يراهن عليه آية الله الخامئني دائما بأن السلطة الإيرانية إذ لم تكن سلطة شعبية ذو سلطة ديمقراطية فإنها سلطة شعبية. نعم. حتى لكن أستاذ عبد اللطيف، يعني ضيفنا في الاستوديو قال إن هذه الانتخابات التي حصلت هي تعبير شكلي أكثر منها يعني تمثيل عملي لحقيقة ديمقراطية في إيران. لو أذنت لي أن أنتقل منك لأسمع رأيا آخر في يوركشاير في بريطانيا، نسأل أستاذ جعفر بداية، هل يوجد صراع على السلطة في إيران أستاذ جعفر بين الإصلاحيين والمحافظين؟ وإذا كان الأمر كذلك ففي أي سياق يمكن فهم هذا التطور، الإتيان برجل من وراء الكاميرا إذا صح التعبير، رجلا ليس مشهورا قبل عام 2017 على الأقل، أتي به إلى أعلى منصب تنفيذي في البلاد؟ بداية تحية طيبة لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء أينما كانوا. أولا، في النظام السياسي في إيران لا توجد هناك انتخابات، وإنما هي شكل من شكل الانتخابات، وهناك انتصابات. السلطة في إيران لديها ما يسمى بمجلس صيانة الدستور، وهو يتكون من 12 فردا، 6 منهم فقهاء من أبناء الشيعة أو رجالات الدين الشيعة، ينصبهم خامنئي. هؤلاء هم فوق الدستور وفوق، يعني هم المرجعية في تفسير الإسلام والمعايير الإسلامية وأيضا الدستور الوطني. فجميع الأنظمة والتشريعات والقوانين وتنفيذها في إيران تخضع لإرادة هؤلاء.
وحتى بقية الستة أعضاء من الحقوقيين أو فقهاء القانون الذين يعينهم أيضا أو يقترحهم رئيس السلطة القضائية المنصب هو بدوره من قبل المرشد الأعلى في إيران. هؤلاء يطرحون على البرلمان ويصوت، هؤلاء ليس لهم حق في إبداء رأيهم في خصوص القضايا التي يسمونها المعايير الإسلامية. فجميع المرشحين سواء كانوا لرئاسة الجمهورية، سواء كانوا إلى البرلمان أو حتى لمجالس البلدية، هؤلاء الذين يقولون أن توجد فيهم الشروط متوفرة أو غير متوفرة وبالنتيجة يرفضوهم أو يقبلوهم، وبالنتيجة هذا القبول وهذا الرفض لا يخضع لأطر قانونية واضحة، بل يخضع إلى مبدأ يسمى بالنظارة أو الرقابة الاستصوابية. يعني هؤلاء الفقهاء يعملون وفق ما يرونه صوابا، كما رفضوا رفسنجاني في الانتخابات الماضية في أيام روحاني نتيجة تقرير من وزارة المخابرات التابعة لأحمد نجات، وأخيرا اعترف بذلك مصلحي وزير المخابرات، وقالوا بأنه ليس من مصلحة النظام أن يعود مرة أخرى رفسنجاني إلى السلطة دون أن يقدموا أدلة على أنه غير مؤهل. هذه عملية الانتخابات في إيران، السلطة تختار الأفراد الذي تريدهم وتخير الشعب بين أن يختاروا ألف وباء كما تريد السلطة. فإذا ليس هناك من عملية انتخابات في إيران. النقطة الثانية في هذا الإطار، كل الأمور في إيران، الدستور والمؤسسات والمنظمات وما فيها الحكومة وما فيها الحكومة، كلهم خاضعين إلى إرادة القيادة في إيران، والذي يسمى بالخطأ في الإعلام العربي على أنه مرشدا، هو ليس مرشد، هو يتدخل في أدق التفاصيل السياسية والأمنية وتعيين الوزراء والمحافظين، وجميع شؤون الدولة تخضع له ولمكتبه. لا يستطيع أحد أن يحرك ساكنا حتى في أدق وأصغر الأمور، خاصة في مجال الأمن والعسكرة والقضايا المالية، إلا بأمر منه أو من بيته. وبناء على ذلك لا يوجد هناك حقيقة تيار اسمه تيار الإصلاحيين والمعتدلين والمتشددين الأصوليين والمتشددين المنفتحين والمتطرفين، كل هؤلاء يلعبون في ملعب ولي الفقيه وفق الظرف السياسي الذي يعيشه النظام والدولة، وعملية توزيع الأدوار التي امتهنها النظام منذ أربعة عقود. يعني نظام حكم ثيوقراطي، يعني أقصد أفهم من كلامك نظام حكم ثيوقراطي ديني 100%؟ لا شك، دون أن تشك حتى في نسبة 1%، هناك حكم ثيوقراطي وكل هؤلاء يلعبون. نعم، هناك رغبة حقيقية من قبل معظم الشارع الإيراني لتغيير النظام، ولكنما لم تكن هناك ولم تكن هناك أدوات متاحة لهذا الشارع، ولذلك هو يعي ويدرك الشارع بأنه يحتاج إلى أدوات لتغيير النظام. من ضمن هذه الأدوات كان ولا زال البعض يظن بأن الطريق الوحيد أمامه هو المشاركة بالانتخابات ودعم بعض الشخصيات الذي من الممكن حينما يصلوا أو يتسلقوا السلطة يغيرون النظام من خلال إصلاحه. هذا هو الموجود، ولكنما هذا أيضا انتهى، ونحن لاحظنا أخيرا بأن مرشح الإصلاحات في إيران وهو همتي لم يحوز حتى على 2 مليون صوت من مجموع ما يقارب 60 مليون صوت. أما الذين يساهمون في الانتخابات هم هذه الشريحة التي تدلي بصوتها على أسس عقدية وأيديولوجية ولديها مآرب ومصالح ومنافع، لكن كثير منهم في الحرس الثوري والمؤسسة الدينية ومنتفعين من النظام، هم يصوتون دائما. يعني إذا ما أخذنا أصوات رئيسي في الدورة الماضية، والآن نجد أنه أصوات رئيسي في الدورة الماضية كانت أكثر من 18 مليونا، بينما الآن هي رغم أنه يعني كان من المتوقع الأصوات التابعة إلى لاريجاني وأحمد نجات كلها تصب لصالحه، ولكنما كانت أقل من هذا. أستاذ جعفر، يعني على سيرة علي لاريجاني، يعني تم استبعاد شخصيات مهمة جدا ووازنة في السياسة الإيرانية من السباق الانتخابي. لو أرجع إلى الاستوديو لأسألك أستاذ نور، يعني البلد الآن في حالة تردي اقتصادي، في حالة حصار، شبه حصار طبعا دولي أمريكي مفروض عليها، سنبحث هذا بعد الفاصل، لكن في مثل هذه الظروف الدول والأمم تأتي برجال الخبرة
تأتي برجال الذين يمتلكون رصيدا من التجربة العملية لإنقاذ البلاد من حالة التردي التي هي فيها، لكن بالعكس أتي برجل مجهول بالنسبة للإيرانيين، ليس لديه خبرة سياسية واقتصادية تؤهله لقيادة البلد في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة. ما الرسالة التي يمكن أن تفهم من هذا الأمر؟ ما تتحدث به حضرتك هي لغة الشعب، نحن في حالة تردي اقتصادي وفي حالة البلد في ورطة وكذا، هذه ليست لغة الحكم. الذين جالسين إلى الحكم ولي الفقيه والفئة الثيوقراطية الموجودة هناك، الحكم الديني، الآن هم ينظرون إلى الواقع بمنظار آخر، بمنظار أن خامنئي في آخر أيامه ومن سيخلف خامنئي، هناك فيه حراك شديد قد يحدث بعد موت خامنئي. وعادة إيران دولة السياسة ودولة المذهب، المذهب قوتها تفوق قوة السياسة بما تملك من مؤسسات اقتصادية، وأكبر مؤسسات الاقتصادية المذهبية في إيران إمام الرضا الذي يقودها رئيسي نفسه وأبو زوجته عالم الهدى. فكل هاي مؤسسة لابد تكون في صف ما يسمى بولي الفقيه أو الخامنئي، تمهيدا لترك الأمر لابنه أو تولية ابنه. فما تتحدث به عن الوضع المعيشي الشعبي، هذه مشكلة الشعب ولا يعني هذا مرتبط بمستقبل النظام نفسه، يعني ليست قضية مثالية. حتى النظام يحافظ على نفسه ينبغي أن ينهض بالبلد ولو بالحد الأدنى. النظام يعترف أنه فقد شرعيته، أول الانتخابات كان خير شاهد على هذا. حتى يعني أنت تتصور في الأرقام التي صنعت، أولا لم تحدث حسب الإحصائيات والمؤسسات التي قدمت رؤى للانتخابات، لم يشارك في الانتخابات أكثر من 8% من الناس، وهؤلاء 8% من موظفين الحكومة، ثم من هؤلاء 8% 4000 يقدمون أصوات باطلة. ما معنى؟ يعني حتى الموظف الحكومي الذي هو المستفيد مستأمن الوضع. 4000 يعني هذه الأرقام ذكرت في وسائل الإعلام الإيرانية. يعني هل يمكن أن تطرح هذه الإعلام في وسائل الإعلام الإيرانية هذه الأرقام؟ هي في هذه الأرقام التي ذكرت في إيران، يعني جدلا إن قبلنا هذه الأرقام التي ذكروها، 4 ملايين أصوات باطلة. يعني معناه إيش؟ يعني هم يتحدثوا على الأرقام التي هم ذكروها، أن إبراهيم رئيسي حصل على قرابة 18 مليون، ثم بعده من؟ بعده الأصوات الباطلة، ثم الإصلاحيين أين مقامهم من المسرحية؟ ما حصلوا إلا 2 مليون. فمعناها إيش؟ معناه وضع الحراك الإصلاحي في طابوت ودفنه حيا وخلاص، انتهينا من هذه المهزلة. بمعنى أن الآن الحزب الواحد الحاكم المتجبر هو الذي يقود، ولا أحد يتحدث في التعديلات التي ستحدث. الحزب أم المرشد؟ أو المرشد. نعم. هو الذي يمثل إرادة يعني الدولة. حتى نعم. الإصلاحين لماذا؟ كان رهان الإصلاحين لماذا؟ على قبول الشارع. فالآن بهذه الأرقام يا ناس أنتم لا مقام لكم في الشارع. الشارع خلاص غسل أيده منكم. نعم. وليس لكم مكان أمام الجهاز العسكري. طبعا هذا على المستوى الداخلي، لكن مشاهدين الكرام ماذا عن تداعيات هذا الفوز بالإتيان برئيس متشدد على مفاوضات الملف النووي، وهي مفاوضات قاسية وصارمة تخوضها إيران مع المجموعة الدولية؟ سنبحث هذا بعد وقفة قصيرة. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن تداعيات انتخاب إبراهيم رئيسي رجل الدين المتشدد رئيسا لإيران. أستاذ عبد اللطيف، يعني الرئيس الجديد كما أسلفنا قادم من بيئة قضائية ليست بيئة سياسية، وليس له كبير دراية بإدارة الدولة وإدارة شؤونها وتعقيداتها، وخصوصا في مثل هذه المرحلة. سؤال هو يعني
بالنظر إلى سماته الشخصية وتاريخه المشهور وتوقيعه على آلاف عمليات الإعدام والإخفاء القسري التي شهدتها المعارضون الإيرانيون، ما المسار السياسي المتوقع أن يسلكه فيما يتعلق بالملف النووي تحديدا؟ نجد أن هذه القضية قضية كبرى تشغل الرأي الدولي والشأن الداخلي الإيراني. نجد أن القضية وخصوصا الملف النووي تحتمل آراء أن الاقتصاد سيتطور عندما تتخذ خطوات نافعة وخطوات جدية في هذا الملف الشائك، بحيث أن العقوبات الأمريكية ربما إذا أخذت المفاوضات الحالية مسار من الجدية ونجحت هذه المفاوضات بأن تعيد مرة أخرى اتفاق فيينا النووي وترفع العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس ترامب على إيران في عام 2018، وبموجب هذه العقوبات خسر الاقتصاد الإيراني كثيرا من المليارات الدولارات، تعقد الوضع الاقتصادي، انتشرت البطالة، أصبح للمتشددين لغة تجاه الإصلاحيين بأنهم هم السبب في التضخم، وهذا ما قاله صراحة الرئيس الحالي أو المنتخب بصورة شكلية أو بتمثيلية انتخابية الرئيسي، وقال أن السبب في وضع إيران الحالي هم الإصلاحيين أنفسهم من روحاني وفريقه الذين يعتمدون على الليبرالية الغربية، حيث قال إن التضخم وأسباب انهيار الاقتصاد والفقر والمرض والبطالة كان السبب الرئيسي في ذلك هذه النخبة الإصلاحية. أراد الخميني أن يأخذ البلد إلى مرحلة الثورة الثانية، وهذا ما قاله في خطاب له قبل الانتخابات، بأن ينتشل البلد من فكرة الإصلاحيين والانضمام إلى حضن أحضان الغرب، وقال إننا على أعتاب ثورة ثانية. لذلك أراد أن يوحد الجبهات الداخلية الإيرانية بأن يصبح ممثل له في الرئاسة ومطيعا له، هو الرئيس رئيسي الآن، ونعرف تاريخه جميعا، فهو خير من يسمع ويطيع، والفتى المدلل ربما يكون هو إعداد لأن يكون المرشد القادم. السياسة لا تتغير بتغير الرؤساء، إنما السياسة في الدول ثابتة، وخميني يلعب هنا لعبة عالية. نعلم أن رئيسي سيتولى البلاد بعد 48 يوم من الآن أو في مطلع شهر أغسطس، فربما تنجح المفاوضات وتعمل هذه المفاوضات على انتشال الملف الإيراني الاقتصادي ويحدث راحة اقتصادية أو انفراجة اقتصادية بعد نجاح هذه المفاوضات. ربما خميني يتصور إذا نجحت هذه المفاوضات فيكون هو الكاسب أو المكسب الوحيد للتيار المتشدد بأنه هو الذي أعاد المفاوضات إلى مسيرتها، أعاد الاقتصاد الإيراني مرة أخرى وأيضا بدون تنازلات كبرى. وإذا لم يحدث وإذا حدث العكس وكانت المفاوضات عادت بشيء سلبي على الداخل الإيراني، سيقول أن الإصلاحيين هم السبب لأنهم هم من أعادوا مرة أخرى هذه المفاوضات وأعادوا هذه الهيكلة مرة أخرى مع الغرب. هناك تشدد في الأمر، نعم. الرئيس رئيسي لا يريد الجلوس مع الرئيس الأمريكي، نعم. الحالي جو بايدن، وقال صراحة عندما سئل قال له أحد هل تريد الجلوس مع بايدن، قال لا. فهنا كيف ستنجح هذه المفاوضات إلى مدة زمنية طويلة بأن تأخذ مسار الجدية وكلا الطرفين يرفض الجلوس مع بعضهم البعض؟
طيب أستاذ جعفر، يعني الآن المفاوضات النووية قد تكون مسألة حاسمة في تقرير شكل المنطقة إقليميا بالنظر إلى النفوذ الإيراني المتمدد في المنطقة. هل وصول رئيسي إلى سدة السلطة الآن التنفيذية يخدم المسار التفاوضي، بالرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يقولون بأن وصول رئيسي إلى السلطة لن يؤثر على مفاوضات الملف النووي؟ لكن كيف ترى الأمر من جانبك وأنت الخبير وعشت في طهران ودرست ومارست السياسة هناك، كيف ترى الأمر من الداخل؟ الملف الإقليمي والملف المتعلق في الملف النووي لا علاقة له برئيس أو حتى برلمان. إذا ما رجعنا إلى الخلف، نحن نعرف أن هناك مفاوضات استمرت لأكثر من 10 أعوام بين إيران وبين الأطراف الأخرى، ولكنما حينما أوتي بهذا الاتفاق إلى البرلمان أخذ فقط 14 دقيقة من أجل أن يصوت عليه، آنذاك في عهد لاريجاني. القرار، وكما أشار وكما شرح ظريف في ما سرب من صوت له، وأيضا ردت فعل خامنئي، قال بأنه القرار أو السياسات الاستراتيجية المتعلقة في الوزارات الخارجية لا يصنعها الوزير ولا الوزارة الخارجية، وإنما نحن الذين نتخذها، يعني القوى العليا سماها. فإذا لا يختلف، والعالم كله يدرك بأن مجيء رئيسي هو لن يقدم ولن يؤخر شيئا في هذا الإطار وفي هذا السياق، ولكنما أنا أعتقد بأن النظام الإيراني يدرك بأن هناك مشكلة جوهرية في إيران هي لا تتعلق بالدرجة الأولى في نهجه السياسي أو حتى قضايا حقوق الإنسان، وإنما هناك نجح النظام في أن يجعل من اللقمة الخبز والوضع الاقتصادي المتردي أولوية بالنسبة إلى المواطن. ولذلك لاحظنا أنه كل من وصفوا على أنهم مؤهلين حينما بدوا بالمناظرات ركزوا على هذا الملف. هذا الملف في غاية الأهمية إلى رئيسي وإلى النظام، وهم في نفس الوقت يدركون بأن الولايات المتحدة الأمريكية انهزمت في الشرق الأوسط وفي أفغانستان، ويستغلون هذا المناخ، خاصة وأنهم وجدوا لهم حليفا قويا وخصما للولايات المتحدة الأمريكية، وهو اتفاقهم مع الصين وأيضا روسيا التي تقف خلفهم. فهم يستغلون هذه الظروف لتمرير متطلباتهم، وسوف يكسبون أوراقا قوية في ضمن الاتفاق النووي. نحن نعرف الآن حتى دونت الأفكار، والبارحة قال روحاني بأنه تم الاتفاق والأطراف كلهم وافقوا على ما نريد، ودونا هذا بشكل نص. وما إذا سمح اليوم إلى عراقشي الذي هو يفاوض في فيينا، إذا ما سمح له اليوم سيوقع على هذا الاتفاق وكل شيء ينتهي بخير وترفع العقوبات. وهذا يعكس بأنه المفاوضات تطورت كثيرا ووصلت إلى نتيجة، ولن يبقى إلا إشارة خامنئي. أما في موضوع المنطقة وسياسات إيران، أنا أعود إلى كلمة رئيسي وهي الكلمة الأولى. أستاذ جعفر، فيما يتعلق بالمنطقة وبعلاقة إيران بالدول العربية ربما يعني نبحثه بعد قليل، لكن أنت قلت بأن يعني الرئيسي لن يؤثر كثيرا على مسار التفاوض. هناك رأي آخر، ولو أذنت لي أن أعود إلى الاستوديو لأسأل الأستاذ نور، رأي آخر يقول بأن الرئيسي دفع به إلى منصب الرئاسة ليس لأنه قادر على أن يغير في المسار التفاوضي، بقدر ما هو رسالة متقدمة وعنيفة إلى الأمريكيين بأن نحن ثابتون على موقفنا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وباتفاق الشامل المشترك مع القوى الدولية. أنا مع أستاذ جعفر في أن الرئيسي لا ناقة له في الأمر ولا جمل، بمعنى أن في تسريبات الأخيرة للظريف، ظريف أعلن، وزير الخارجية السابق أعلن تماما أنه لم يكن له أي دور، فقط تنفيذ ما يملى عليه. وكلام أمس روحاني في أنه إذا سمح لعراقشي خلال أيام نحن ننتهي من هذه، يعني هذا كله إذا سمح، يعني من أنت، من الذي سيسمح لعراقشي؟ فقضية أن هناك الأجهزة الأمنية هي لكن أنا أريدك تخرج من هذه الصندوق، قضية الملف النووي الإيراني. طيب إذا ملك إيران ملكة السلاح النووي، ماذا ستتغير من معادلة المنطقة؟ تضخيم قضية الملف النووي هذا لأجندة خاصة بها، أجندة داخلية، تغير كل شيء. هذا سلاح ردعي، تستطيع أن تسيطر على المنطقة كلها بهذا السلاح. سلاح ردعي لمن؟ في وجه العرب، ثمة من يقول العرب،
ثم من يقول العرب سلاح النووي الإيراني، إيران بلد طائفي، ووجود إيران تخدم مصالح الأمريكية الأوروبية في المنطقة. نعم. إيران بلد طائفي، مثال ومثال إسرائيل تماما. أنت ترك إيران وانفتاح للإيران معناه ذوبان إيران في الأمة، وهذا ليس بصالح أحد من الدول الاستعمارية، لا الغربية ولا الشرقية. فبقاء إيران ودعم إيران هذا دعم لازم من إيش، من أوجب واجبات. حتى تذوب الأمة في إيران؟ لن تذوب الأمة في إيران، لكن إيران بدأت تأكل نفسها في داخلها. فقضية أنه إيش، تضخيم السلاح النووي، وأنه إيران إذا ملك، ثم أن الملف السلاح النووي الإيراني ليست بيد إيران، هي ملف استراتيجي بيد الروس. الروس هم الذين يقودون كل الملف، وليس من مصلحة الروس أن إيران تمتلك سلاح نووي. الروس تستعمر أراضي على أساس أنها أراضي إيرانية، وكل المهزلة إسرائيل تغتال علماء نوويين إيرانيين، تحدث تفجيرات في سلاح النووي الإيراني، تحدث كل هذا. يعني معناه إيش؟ معنى القضية كلها مهزلة هشة، ويتم تضخيمه للوصول إلى أجندة أخرى. لكن لو سألنا الأستاذ عبد اللطيف فيما يتعلق بعلاقة إيران بدول الجوار العربي تحديدا، أنت تعرف أن هذه العلاقة مضطربة، وأن هناك قلق حقيقي لدى الدول، كثير من الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج، وفي القلب منها المملكة العربية السعودية. هل نتائج الانتخابات تحوي نية ضمنية إيرانية بأنها ستمارس مزيدا من الشقاق مع العرب، وبأنها ستواصل استراتيجيتها التوسعية في المنطقة العربية، أم ليس بالضرورة؟ أظن أن الموقف الإيراني من دول الجوار اتضح في عدة كلمات على لسان الرئيس الرئيسي. قال إن التعامل الإيراني القادم سيكون من خلال التفاعل مع دول الجوار والمقاربة وفقا لمصالح المنفعة، ووفقا لاحترام إيران والقضية الإيرانية. بل طالب السعودية بأن تتقدم إلى لغة الحوار، وأن تكون يجد هناك لغة دبلوماسية للحوار، وأن تتخلى عن القضية اليمنية. في رأيي وفي التحليل السياسي نجد أن العلاقة مرتبطة بموقف خامئني، للأسف هو ليس المرشد، إنما بيده كل شيء. والحرب من أصعب الحروب التي ممكن أن نجدها هي الحروب الطائفية. وهناك تحليل آخر أن سياسة المنطقة العربية ليست إيران من تقررها أو الكثير من الدول العربية للأسف الشديد، إنما هناك قوى دولية هي من تقول من يقترب ومن يبتعد، من يتصالح ومن يتخاصم. هم يقول أن التفاوض والدبلوماسية تكون من أجل العزة والمنفعة الإيرانية. هناك أيضا يقول الأمن مقابل السلطة، وأيضا يقول أن القوة مقابلها السلام. عندما نمتلك القوة نستطيع أن ندرك عملية السلام. ولكن إذا كان هناك تقارب بين المنطقة العربية وإيران، أظن سيكون تقارب طفيف وفقا للسياسة الأمريكية أنها تراعي الآن حقوق الإنسان وغيرها، حل بسيط للمسألة اليمنية. ولكن علينا أن نأخذ هذا في الاعتبار، أن المسألة العربية الإيرانية ستظل مسألة شائكة. لماذا؟ لأن عندما نعود إلى تاريخ المنطقة، وضعت جماعات ضغط سياسي على العالم السني في شرقه وغربه، على الخليج وضعت القضية الشيعية، وعلى شمال إفريقيا والدول العربية وضعت القضية الصهيونية. لماذا؟ لأن هناك ثروات عربية ضخمة، هناك منطقة استراتيجية، هناك مد سني. فلك أن تتخيل أن المد الشيعي هو مفيد للقوى الدولية بأن يستنزف موارد الخليج، أسلحة الخليج. أيضا الصهيونية تستطيع أن ترضخ السياسة الدولية أو الخارجية للدول الإفريقية العربية. لذلك لا أستطيع أن أجزم، إذا كان هناك تقارب وهناك قنابل سياسية موقوتة في المنطقة. ما هي هذه القنابل الموقوتة؟ أزرع إيران في المنطقة، الحوثيين، قضية ليست بالسهلة في الشأن اليمني ولا في التقارب السعودي الإيراني.
قضية حزب الله، قضية سوريا، هناك مشاكل ونقاط شاسعة من أجل تقارب هذا الملف. ولكن من وجهة نظري السياسية علي على الدول العربية أن تصطاد في السياسة الدولية، بمعنى علينا أن نقترب من هذه الملفات الشائكة، ولابد أن نتخلى عن سياسة الخوف والبعد عن العدو، ونتغلغل داخل الشيعة بلغة الحوار والفكر والدبلوماسية السياسية، وكذلك الصهيونية، ولكن هذا يكون على خط متساوي ومتوازي، القوة مقابلها السلام، والتفاوض مقابله قضية العزة والمنهجية، وقضية الأمة والتقارب العربي والإسلامي. بهذه النقاط نستطيع أن نكون فاعلاً دولي، سواء في القضية في المد الشيعي الإيراني أو في القضية الصهيونية. لذلك لا أجد متسع كبير في قضية التقارب العربي، إنما سيكون التقارب الإيراني المقصود ليس مع الدول العربية بعينها كالسعودية كممثل ديني كبير للمسلمين، إنما تكون كالعراق، كسوريا، كاليمن، وهي مناطق بالفعل أصبحت تحت أزرع القيادات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني. فهذه القضية شائكة، هذا يقصد بدول الجوار، كما قيل على مكتب خامئني أن السياسة القادمة تنحصر في اتجاهين، التقارب مع دول الجوار ومقاومة الصهيونية وإسرائيل. ولكن هل التقارب مع دول الجوار سيقصد به الدول العربية السنية؟ إنما في وجهة نظري يقصد به تركيا، أفغانستان، أيضاً سوريا، العراق، اليمن، وهذه الدول أصبح القرار هو قرار شيعي متوغل. وبهذا الصدد أصبحت أمريكا حائط سد منيع أمام السياسة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط. بهذه المناسبة نأخذ أن يعني إيران كانت تتفق، ما المقصود بأن أمريكا صارت سدا منيعا في وجه السياسة الإيرانية في المنطقة؟ لو توضح بقليل باختصارا من فضلك. هذه القضية لابد أن أطرحها. إيران لديها قضية وحلم فارسي أن تصبح الحضارة الفارسية، نعم، تتوغل فيها الخليج وغيرها، وأمريكا تريد الشرق الأوسط، وكانوا باتفاقات مسبقة أو بسياسة ملاينة، أن تترك لي قطعة وأنا أترك لك قطعة أو جزء وغيرها، أصبح الآن أن هذه الأطماع للسياسة الدولية تتقابل. إيران لم تعد فقط فاعل، بل أصبحت مسيطر على القرار السياسي في دول مهمة جدا كسوريا، كالعراق، كاليمن. وهذه مناطق مهمة جيوسياسة أو جيوستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا يوجد في اليمن ممر تجاري مهم جدا هو مضيق هرمز. فبالتالي تقابلت الأطماع الإيرانية مع الأطماع الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. ولذلك قضية النووي وهذه القضايا هي قضايا يتم تضخيمها إعلاميا لأجل نسيان القضايا الأصلية. يعني أن أمريكا تتخادم مع إيران وليس تمثل سدا في وجه سياسات إيران، أليس كذلك؟ كان هناك تخادم، أما الآن أصبح صدام. طيب. وهذا ما حدث في الأعوام الماضية من مقتل سليماني وغيره. طيب. أذهب إلى يوركشاير. أستاذ جعفر، صحيح أنا ضيوفي جميعا أنتم متفقون على أن اليد، أن كل شيء في إيران بيد المرشد علي خامنئي، لكن عندما يؤتى مثلا برئيسي وهو كما هو معلوم بأنه مقرب من الحرس الثوري الإيراني، وأنه نصير موثوق به بالنسبة للمؤسسة الأمنية كما تذكر وكالات الأنباء الدولية، هل فيما يتعلق بالعلاقة مع الدول العربية، هل أتي بهذا الرجل وهو صاحب المواقف المتشددة الأصولية، أتي به لكي يكون أداة تنفيذية في سياسة التوسع الاستراتيجي لإيران في المنطقة العربية؟ يعني أنا أرجع إلى ما قاله رئيسي في أول لقاء صحفي له، قال نحن نعتمد نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى هي مكافحة الفساد، والنقطة الثانية هي تشكيل حكومة ثورية. إن قرأنا ذلك بدقة،
موضوع مكافحة الفساد هو يتفق مع منهجية واستراتيجية يطلق عليها في إيران استراتيجية التنقية. هم يعتقدون بأنه الدولة في إيران ترحلت وخلقت بيروقراطية وأيضا خلقت قطاعات سياسية متمثلة في أسر تسمى الأسر الإشرافية في إيران كأسرة رفسنجاني ومحمود أحمد نجات وآل ريجاني وغيرهم. ولذلك نحن أمام نوع من التصفية لهذا الجيل كله ودفعه خارج نظام السلطة في خارج نظام الدولة وتحت مقصلة تسمى بمقصلة مكافحة الفساد لأنها آلة بالعلاقة بالدول العربية أستاذ جعفر لأن الوقت أدركنا. اسمح لي فقط أوصل للفكرة. هذا من جانب. الجانب الآخر هو يتحدث عن ثورة. هاي الأجواء تخلق ثورة جديدة في داخل إيران سماها علي شمخاني بالخطوة الثانية للثورة. الثورة في داخل إيران يعني استمرارا لتصدير الثورة إلى الإقليم. وبناء على ذلك ما يرشح من فيينا بأن الولايات المتحدة الأمريكية والغربيين سوف يرفعون العقوبات من إيران وسوف يسمحون لإيران بالتمدد أكثر ما هو موجود في الوقت الراهن أمام التزامها بالاتفاقية النووية وأيضا في نفس الوقت أمام معالجة جزء من المنظومة الصاروخية. ما يعني ذلك بأن الآن ستستهلك الدولة حتى الدولة الشكلية والليثقراطية في إيران لصالح هذا التيار الثوري الذي يرى بأن الضامن الأساسي لبقاء دولة إيران وسلطة ولاية الفقيه هو ليس الشارع الإيراني وليس الحكومة وإنما هي الأذرع العسكرية في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي المحيط العرب. ما يعني ذلك بأن الدولة ستجير لصالح هذا النهج وسوف نشهد سعة في هذا التمدد وهيمنة وسيطرة أكثر وأيضا في نفس الوقت استغلال أدوات الدبلوماسية الناعمة مع النظام السياسي العربي لصالح في الواقع هذا النهج واستمراره. وصلت الفكرة. يعني أختم معك أستاذ نور، يعني الآن بنظرة شاملة محيطة تأخذ بالاعتبار الوضع الإقليمي والمحلي الإيراني والإقليمي والدولي، هل إيران ستكون أقوى أم أضعف مع إبراهيم رئيسي في المرحلة المقبلة؟ أنا أتصور، دعني إيش نكمل بقضية نكتة استدعيها من لسان أناس بعد 100 عام من الآن. سيتحدث الناس عن نكتة أن هناك فئة حوثية من البدو الجهال هزموا جيشا يقودها سعودية مع 42 دولة إسلامية. هذا يكشف لك معادلة المسرحية الموجودة للحرب العربي الإيراني، لكن الساحة مرشحة لتكون ساحة حرب بين الصين وأمريكا في المرحلة القادمة في المنطقة تقصد. في المنطقة إذا إيران سقطت، إذا هناك تحالفات صينية روسية تقوت وإيران في الخندق الروسي وبالتالي في الخندق الصيني والعرب في الخندق الأمريكي، تحدث هناك حراك عربي إيراني. في غير هذا فالجميع يخدم بعضهم البعض. أشكرك شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. ختاما أشكر ضيوفي الكرام. كان معنا من اسطنبول الأستاذ عبد اللطيف مشرف الباحث في الشأن الدولي والشرق الأوسط، ومعي في الاستوديو الأستاذ نور محمد أمراء الخبير بالشأن الإيراني، كما شاركنا من مدينة يوركشاير البريطانية عبر سكايب الأستاذ جعفر الهاشمي الحقوقي والباحث في شؤون الشرق الأوسط. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الفاضلين، دمتم في حراسة الله.